السلام عليكم سيد الوزير. كنا اتصلنا بك، كانت اتصلت بك جريدة الشاهد حول الاستجلاء الأمر حول الوثائق التي تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي. كنت أدليت لنا بتصريح وتوضيح، وحابين نتصل بك تو التسجيل الأكثر استفاضة في الموضوع. يعني أنا كل حال أنا أعتبر هذا جزء من المعركة السياسية والإعلامية اللي تستهدف فيها الحكومة وتستهدف فيها وزرائها وتستهدف فيها أيضا حركة النهضة الحزب الأغلب اللي مشكل هذه الحكومة ويستهدف فيها وزير الخارجية على وجه الخصوص، وتوقعوا عديد من الحملات الدعائية التشويهية خلال الأيام القادمة. كلما اقتربنا لمسألة النقاش تحوير وزاري كذا ثم حملات منهجية توجه ضد بعض وزراء الحكومة. على كل حال أنا معناها في إطار بعض المهام المرتبطة بالشغل أنا أضطر في بعض الأحيان للإقامة في نزل قريب من وزارة الخارجية. الناس تعرف إني وزير الخارجية، في بعض الأحيان أنا أرجع معنا في ساعة متأخرة وسافر في ساعة مبكرة وارتباطات عمل كثيرة، وفي بعض الأحيان أضطر أبقى في وزارة الخارجية ساعة متأخرة، وربما بعض الناس ما يعرفوش إني أنا اضطريت للعودة إلى تونس بعد الثورة، ما عنديش حتى سكن خاص، فأضطر من حين لآخر أن معناها نأجر غرفة في النزل. وعملية الحجز أصلا تم عبر إدارة وزارة الخارجية ولا تدخل فيها أنا أصلا. ما أشيع أيضا أنه الوزير دفع أموال أو دفع معناها نفقات إقامة مرأة، يعني لم يسبق لي أن دفعت أي مليم واحد خارج نطاق العمل، وما أشيع أن المرأة هي قريبتي معناها ودفعت ذلك من مالي الخاص. أشيع أيضا أن وزير الخارجية معناها في موضوع السكن في أثيوبيا، أنا لا أتدخل في السكن مع أصلا خلال زيارتي الخارجية اللي يقوم بالعملية لوزارة الخارجية، وسفاراتنا في الخارج على وجه الدقة هي التي ترتب عملية الإقامة ولا أتدخل فيها من قريب أو بعيد. مثلا كلها تتعلق بإجراءات العمل الدبلوماسي، فهذا واضح اللي هو جزء من الحملة التشويهية اللي تشن فيها بعض الأطراف ولأجندات قافية، وانتظروا مزيد من الحملات ضد وزراء الحكومة في الأيام القادمة. شكرا سيد الوزير، بارك الله فيك. كيف مرة وضحها؟